والله انا بدي اتجوز بس ما عم تزبط معي، والله ما عم تزبط. يا ريت. اذا انت تحت ايدك انا حاضر. يا ريت ان شاء الله ما حدا بيعرف النصيب وين، بس انا اذا انا على طول بتراودني الفكره انه لازم اتجوز، لازم اجيب عيال ولاد، بس بعد سبحان الله كل شيء مقدر، كل شيء عند الله. والله بحب اسماء المنور كثير، واسماء صديقتي وغالي على قلبي كثير. انا انسان قليل الخصيه لانه انعرض الموضوع كذا مره، بس انا اذا بدك ما كثير يعني ضل نقص ضل خفان، لانه انا يعني مثل ما غنيت انا وملحم بركات يعني لحالي ملحم هالاغنيه، يعني جبت ملحم لعندي، يعني اسمى لوين بدي اجيبها لعندي، بس ان شاء الله يا رب بيوم الايام. انا اسمى بحبها كثير وان شاء الله انه بيصير في تعاون. انعرضت الفكره يعني ان شاء الله. ما كان في تاخير، بس انا وقفت، انا قبل وقفت بلشت ببرنامج استوديو الفن، وقفت 6 سنين ما غنيت نهائيا ابدا 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 لانه صار في مشاكل معي، وبعدين رجعت غنيت وكانت البدايه كثير حلوه، وكانت الفاتحه التنوره يعني الحمد لله يا رب انه كانت الاغاني واصله، يعني التنوره ومسوانجي والقربه وتنبك معسل الحمد لله يا رب.